ستات مصر شكلوا نقابة طبخ نسائية وحطوا قدامهم المشكلة الأزلية. رانيا طعم من غير تكاليف، ونجوة النقابة تدعم المصاريف. ضحكة أم أحمد على اللي اتقال، نقابة إيه؟ دي مشكلة أجيال. وزادت الردود، هنا فلوس وهنا مجهود. وفجأة دخلت زكية ومعاها حلها، الشمس الذهبية رجعت لها. دخلت بفرختها وفي لحظة جهزتها، وبأحلى ريحة لسمنة مرملة حمرتها وفاجئتهم بتكلفتها. بعدها النقابة عرفت قيمتها. الشمس الذهبية، أطبخ وألف من غير مكلف.